الاحتفال هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، لذلك فإن النقابة المستقلة لعمال إذاعة وتلفزيون تشاد سبرات قررت الاحتفال تحت شعار مساهمة مهنيي الإعلام في التوعية ضد فيروس كورونا. الرفاق الأعزاء، إن الاحتفال بعيد العمال نسخة عام 2020 يتيح لي الفرصة بأن أعدد بعض من إنجازات النقابة الفتية التي تم تأسيسها بعد حل الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مع كافة المستحقات الممنوحة للعمال، وأصبحنا جميعا في موضع قلق، لكن ومع حصولنا على تصريح العمل بعد الجمعية العمومية التأسيسية، تلك الجهود نتج عنها تأسيس الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أوناما. وإن النجاح الكبير الذي توج بهذا الكفاح هو اعتماد جدول الرواتب الجديد للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري. الرفاق الأعزاء، إن هذه الأعمال تستدعينا للتحلي بالمسؤولية والمهنية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد متمثلة في كوفيد-19. الرفاق الأعزاء، إن الطريق الذي ننتهجه مرض، لكن متطلباتنا تبقى في الأفق، توظيف المتدربين الذين يواصلون في تقديم الدعم للإذاعة والتلفزيون، ونحيي روح الالتزام التي يتحلى بها الرفاق الذين يواصلون جهودهم في ظل التضامن الأخوي والاحترام المتبادل. كما تشيد النقابة المستقلة لعمال إذاعة وتلفزيون تشاد بالتعاون الجيد القائم بينها والإدارة.